النهاردة هنعمل بطاطس المحمرة المقرمشة بدون ما تشرب ولا نقطة زيت، والسر في مكون واحد موجود في كل بيت. هنعملها بطريقتين، الطريقتين احلى من بعض. كمان هنعملها بأطعم مختلفة. بس قبل ما نبتدي وصفتنا بتمنى تشتركوا في قناتي اسمها مطبخ ناهد فاروق، واعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الأصدقاء والكل يستفيد معانا. تعالوا بينا يلا نبتدي وصفتنا. معانا حوالي كيلو من البطاطس. البطاطس واحنا بنختارها لازم تكون بطاطس لونها ابيض، يعني القشره بتاعتها بتكون تخينه كده، ما بيكونش لونها اصفر. يعني 90% من نجاح وصفتنا يتوقف على نوع البطاطس. انا بغسل البطاطس قبل ما بقشرها وبغسلها تاني بعد ما بقشرها علشان اضمن ان هي تكون نظيفه جدا جدا. بشيل الحته اللي تحت دي علشان اعرف اسند البطاطس واقطعها كويس من غير ما تتزحلق مني وتغلبني، وبعدين بنقطعها شرايح كده. خلوها يعني السمك بتاعها متوسط، ما تقطعوهاش رفيعه علشان ما تبقاش محطبه كده وناشفه معاكم، وما تقطعوهاش تخينه علشان برده ما تبقاش طريه معاكم. بنقطعها بالطريقه دي، ممكن تقطعوا واحده واحده وممكن تحطوا اكتر من واحده فوق بعض علشان تنجزوا. هو ده سمك البطاطس المعقول. خلاص كده انا قطعت كل الكمية. عندي حلة هرفعها على النار وفيها مية، ولما تغلي المية هضيف ملعقة ونص كبيرة من الملح علشان تدي طعم للبطاطس، وملعقة صغيرة من السكر عشان تبقى مسكرة كده زي البطاطس اللي احنا بناكلها في المطاعم اللي برا. وبعدين ضفت نص فنجان من الخل. زي ما تلاحظوا كده اول ما هنحط المية البطاطس المية بتكون لسه مغلت. بداية من غلي المية، اول ما تبتدي تغلي يعني المية، هحسب 5 دقايق بالظبط مش اكتر من كده. وبعدين هقلب البطاطس تقليبة واحدة بس علشان ما تتهريش مني، وبعدين هخرج البطاطس في طبق فيه مية ساقعة علشان اوقف عملية التسوية بتاعت البطاطس، فخلاص تسكت يعني ما تستويش اكتر من كده، يعني ما تتسلقش اكتر من كده وتتهري معايا، لان البطاطس لو اتسلقت زيادة عن اللزوم هتبقى طرية عمرها ما هتبقى مقرمشة. بصوا البطاطساية يعني ماسكة نفسها، لما باجي اتنيها كده ما بتتقطمش. انا صفيت البطاطس، يعني انا غسلتها مرتين علشان اضمن ان هي خلاص بقت باردة، وبعدين صفيتها كويس من المية. واهم حاجة ان احنا لازم نصفيها كويس من المية. حطيتها على صينية، وبعدين جبت فوطة، الفوطة دي انا مخصصها للاكل. بعدين هحط عليها البطاطس علشان زي ما اتفقنا البطاطس لازم تكون ناشفة تماما. انا حاولت انشفها بالفوطة ولكن برضو حسيت ان فيها مية، فاستخدمت مناديل المطبخ الورقية. بعد ما هنشفها كويس خلاص كده اتأكدوا ان البطاطس لازم تكون ناشفة، مهم جدا الموضوع ده. بعدين هاخد البطاطس وراجعها تاني على صينية ناشفة برضو، وبعدين هجيب ملعقتين كبار من النشا وهحطهم في المصفى كده وهوزعهم كويس، يعني وزعهم كويس انتوا براحتكم بقى بالطريقة اللي تريحكم. اهم حاجة في النهاية ان كل بطاطساية تبقى متغلفة كويس بالنشا. النشا هو السر في قرمشة البطاطس، وكمان السر اللي بيخلي البطاطس ما تشربش ولا نقطة زيت. بصوا انا بفركهم كده علشان اتأكد ان البطاطس ما فيش فيها نشا طالع منها علشان ما ينزلش في الزيت. انا اخدت برضو البطاطس بعد ما نفضتها من النشا كويس وحطيتها في طبق تاني علشان اتأكد ان ما فيهاش نشا. بعدين بختبر الزيت، بحط طرف البطاطساية كده، لو شكشكت كده يعني عملت صوت اللي هو يعني يدل على ان الزيت خلاص يعني سخن، بنزل كل البطاطس. لو الزيت مش سخن بستنى لغاية ما يسخن كويس، لان الزيت لو مش سخن البطاطس هتشرب الزيت وتبقى يعني دبلانة كده مش مقرمشة، فلازم نحط البطاطس في الزيت وهو سخن. كمان ما ينفعش احط البطاطس في الزيت وهو مقدوح قوي علشان البطاطس ما تتحرقش. هخرج البطاطس وهي نص تسوية كده. لو انتوا حابين تحفظوها في الفريزر هتخرجوها نص تسوية وتحفظوها في المرحلة دي في الفريزر، يعني ده الشكل اللي احنا هنحفظ بيه البطاطس. لكن انا مش هحفظها في الفريزر، لا انا هرجعها تاني بعد ما اخلص كل الكمية، هرجعها مرة تانية في الطاسة علشان تاخد اللون والقرمشة اللي انا حباها. بديها يدوب تقلبتين كده على السريع لغاية ما تاخد اللون اللي احنا محتاجينه. هتلاحظوا ان البطاطس ابتدت تنفخ وتبقى كده ناشفة ومقرمشة وجميلة. خلاص كده بقى احنا هنخرجها وهنقدمها، يعني زينوا المج كده زي ما انا عملت كده، اي كوباية احطوا فيها مناديل على شكل مثلثات علشان يبقى شكلها كده يفتح النفس اكنهم راحوا مطعم كده ولا اي مكان من اماكن الفاست فود، فالولاد بيفرحوا بالحاجات دي. دي النكهات اللي احنا ممكن نضيفها، يعني شطة وليمون او اللي هو البابريكا
او ممكن في حاجة تانية، ممكن تحطوا توم باودر على بصل باودر على بابريكا على شوية ملح وتخلطوهم مع بعض كده، نص ملعقة صغيرة من كل حاجة وترشوهم على البطاطس. الحاجات دي بتنكه البطاطس بأكتر من طعم، يعني استخدموا الطعم اللي يعجبكم. الطريقة التانية، انا بسلق البطاطس، دول حوالي كيلو بطاطس انا سلقتها كويس وصفيتها من المية، ولازم تصفوها كويس جدا من المية، وهنهرس البطاطس كويس، ولازم تبقى يعني بيوري يعني ناعمة جدا جدا. بعدين بملحها عادي، وبعدين بضيف عليها نشا. النشا هنا مكون اساسي في الوصفتين، لان هو اللي بيديني القرمشه، وهو اللي بيخلي البطاطس ما تشربش زيت. يعني انا كل كميه الزيت اللي حطيتها في الطاسه النهارده قليت بيها الكميه الاولى والكميه الثانيه من البطاطس، يعني استخدمتها في الطريقتين، فهي الطريقه دي ما بتاخدش خالص يعني زيت مني. بفضل اضيف في النشا لغايه ما هوصل للعجينه دي، اللي هي بتكون يعني العجينه ماسكه نفسها ومش بتلزق نهائي. انا ضفت للكيلو البطاطس حوالي كوبايه وربع او كوبايه ونص من النشا، يعني اضيفه شويه شويه لغايه ما تتماسك معاكم. قسمت العجينه نصين وجبت اكياس التلاجة وابتديت افرد فيها العجينه. ممكن تستخدموا المنشبه وممكن تستخدموا ايديكم، الطريقه اللي تريحكم. افردوا العجينه بالسمك اللي انتوا بتحبوه لصابع البطاطس، يعني ما تخلوهاش رقيقه قوي وما تخلوهاش تخينه، عشان برضو الصابع لو تخينه هتبقى طريه. بفردها بالطريقه دي، هي بتتفرد على فكره بكل سهوله خالص، يعني ما بتاخدش مجهود اطلاقا. خلاص كده يعني بسويها بطراطيف صوابعي كده، ده السمك اللي احنا محتاجينه. تاني كورة برضو، تاني كمية يعني من العجين، لاني انا قسمته نصين احطها برضو في كيس، وبعدين احطهم في الفريزر حوالي ساعة. بعد ساعة ده شكل البطاطس بعد ما خرجتها من الفريزر، بشيل الكيس وبقطعها بقى بالحجم اللي انا محتاجاه. انا شلت اللي فوق دي طبعا برضو مش هرميها، انا هقطعها وهقليها. والصوابع انتوا بتتحكموا في السمك بتاعها، يعني ده السمك اللي هو المعقول، ولا هو تخين ولا هو رفيع، لان لو بقت اتخن من كده هتبقى طرية، ولو رفيعة هتبقى ناشفة زيادة عن اللزوم. برضو هختبر الزيت وهستنى لما يسخن، وبعدين هنزل بصوابع البطاطس، وحطوا كمية قليلة دايما من صوابع البطاطس علشان متمسكش في بعض، وعلشان برضو تتساوى كلها بنفس التسوية وتبقى متحمرة في كل الجهات. الزيت زي ما انتوا شايفين انا مغيرتهوش، هو الزيت اللي انا عملت فيه الطريقة الاولى، يعني ولا تعكر ولا اتحرق ولا اي حاجة. بفضل اقلب في البطاطس كده بالراحة لغاية ما تاخد اللون اللي انا محتاجاه. اللون ده كان كويس قوي قوي، اللي هو اللون الاشقر اللي هو وسط. هتلاحظوا ان الصوابع ابتدت تنفخ وتتدور كده ويبقى شكلها حلو، بتبقى سناكس جميل قوي قوي على فكرة ومشبعة، وممكن تاكلوها من غير عيش. السبعين ده شكل البطاطس من جوه، بيبقى مقرمش من بره كده صابع البطاطس، ومن جوه بيبقى طري ولذيذ. الطريقة دي في الحقيقة يعني انا حبيتها جدا جدا. انا بسكت علشان تسمعوا صوت القرمشة. انا حبيت الطريقة التانية جدا جدا. الطريقة الاولى هي طعم البطاطس التقليدي اللي احنا متعودين عليه في اماكن الفاست فود اللي احنا بناكلها. الطريقة التانية من البطاطس كانت مختلفة شوية، جميلة، بتفضل متماسكة ومقرمشة لفترة طويلة، يعني حتى لو باتت تاني يوم بتفضل برضو مقرمشة. طعمها لذيذ ومشبعة. انا بنصحكم تجربوا الطريقتين، واكتبوا لي في التعليقات انهي طريقة هي اللي عجبتكم. ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو، علشان اللايك ده بيفرق معانا كتير، وانا بعتذر على صوتي لاني لسه برضو عندي دور برد دعواتكم ليا بالشفاء.